صح. المهم في الموضوع ان فكره الام الظهر مرتبطه في مخ الناس معظمها باندلاغ غضروفي. وهل اندلاغ غضروفي يساوي الام في الظهر؟ بالتاكيد لا، بل بالعكس، يعني الاندلاغ الغضروفي هو بيكون غالبا من اقل اسباب الام الظهر، وكمفاجأة برضو يبقى من أسهل الحاجات اللي هي ممكن علاجها في ألام الظهر. ده الانزلاق الغضروفي. الانزلاق الغضروفي. ألام الظهر كعمومها شائعة في الناس بنسبة، يعني كل إنسان بيجيله ألام في ظهره في حياته على الأقل مرة أو أكثر من مرة. ولما اتحسبت كم مرة النورمال بوبوليشن أو في مجموع الناس بيجيلهم ألام في الظهر، لقوا 80% من السكان بيجيلهم ألام في الظهر. نسبة كبيرة طبعاً. وطبعاً السن الأكثر اللي بيحصل فيه ألام في الظهر ده هذا الشيوع بيبقى ما بين 30-50 سنة. حتى في الأطفال اللي هو أو السن المراهقين فأقل بتوصل ألام الظهر برضو كمرة أو مرتين ل 40%. إذا الموضوع شائع جداً جداً جداً. دكتور بس بس سؤال بالنسبة لموضوع ألم الظهر. ألم الظهر طبعاً تأتي من أمور كثيرة، بس هل أحد هذه الأمور هو الرقبة؟ يعني هل في حال كان في مشكلة في الرقبة أو ألم في الرقبة تمتد إلى الظهر؟ طبعاً ده سؤال جميل جداً ومتكرر. هو العمود الفقري احنا بنشبهه كده زي برج أو ناطحة سحاب، فكل دور بيبقى ليه مشاكله الخاصة بيه. بمعنى لو افترضنا ان في حد عنده ألم في الظهر فدي بنمثلها في الأدوار السفلى في البرج، أما لو هو عنده مشكلة في الروف أو في الطب فبتبقى دي هي المشاكل اللي في العنق. نقدر نقول ان هي المشاكل ألم العنق هي مشاكل ليها علاقة بالعمود الفقري ولكن ليس لها علاقة بأسفل الظهر. إنما هو في تشابه في الأسباب أو الأعراض يا دكتور، في تشابه في الأعراض نفسها والوجع، في تشابه انما هما مش مرتبطين ببعض. لان كتير من الناس بيقول لي انا عندي الم في رقبتي وامتد لحد ظهري تحت، لا بالتاكيد لا، دي قصه ودي قصه تانية. تمام. انما قد يكون وده الاشياء ان هو عنده مثلا شويه خشونه في الغضاريف بتاع الرقبه وفي نفس الوقت في اسفل الظهر، لان هو العمود الفقري كوحده واحده بيقدم مع بعضه والاصابات كلها بتطلع مع بعض. دكتور علاء، شائع جدا. أوقات إحنا مثلاً بنشعر من وقت للتاني زي ما حضرتك قلت بألم في الظهر، وممكن ده يجي نتيجة مثلاً جلوس لفترات طويلة في المكتب أو النوم بطريقة غلط أو لأسباب ممكن ليها علاقة بعاداتنا اليومية. إمتى أنا أعرف إن أنا بعمل حاجة غلط ومفروض أوقفها، وإمتى ابتدي لأ أقلق وأقول أنا لازم كمان أستشير طبيب؟ جميل جدا. هو طبعا في حاجه اسمها عوامل الخطوره، يعني ايه الحاجات اللي احنا لو احنا عايشين فيها يبقى احنا هنبقى عرضه لهذه المشكله الام الظهر. فالدراسات قالت ان مثلا وجدوا ان اكثر العوامل هي كالاتي: لو حد شغلته بتستلزم منه ان هو بيرفع اشياء ثقيله زي مثلا العمال المطاعم او ستات البيوت اللي ما عندهمش حد بيساعدهم وواقفه باستمرار، بيبقى عندهم عرضه في الام الظهر اكثر. الناس اللي شغلها بيستلزم منها تحط ظهرها في وضع غير مريح لفتره طويله، نقول زي الميكانيكيين او حتى قعده المكتب فتره طويله بنعتبرها دي برضو من الوضع اللي هو بيسبب الم غير مريح لفتره طويله. برضو الناس اللي بتشغل شغلانه بتبقى بتحطه في وضع اهتزاز طويل، نضرب مثال زي اللي هو سائق الشاحنات او سائق التاكسي او اللي بيشغل على حفار، الفايبريشن والاهتزاز المستمر بيأثر على الغضاريف والفترات. الاعمال المكتبيه بصفه مستمره زي الموظفين اللي هم بنسميهم سيدنتري لايف، قاعد على طول ما بيعملش اي نشاط رياضي، فده بينتهي بيه الامر ان الكتله العضليه في جسمه كلها بتقل جدا، ودي بتبقى هي العامل الاول لحمايه العمود الفقري وتقويمه ووضعه في وضع مناسب. والعضلات القويه في الاساس هي اللي بتحمي العمود الفقري من اي اصابات. نعم تمام. دكتور وصل لنا مسج بتقول انا ظهري كل شهر بيوجعني مرتين او ثلاث مرات، وعمل تصوير طلع عنده بداية غضروف، بيقول ان شغله كتير صعب وبيسأل على العلاج، وبيقول ان هو تعب من قيادة السيارة لفترات طويلة، حضرتك تنصحه بايه؟
نقول لحضرتك، هو طبعا احنا اتكلمنا على عامل الخطورة. الاسباب لو احنا قسمنا اسباب الام الظهر كاسباب احصائية، وجدوا ان 70% منها، وده الجزء الاعظم منه، بيبقى اسباب هي مرتبطه بالانسجه والعضلات المحيطه بالعمود الفقري. هي دي السبب الاساسي، ودي هي بتبقى عباره عن بنسميها سترين او اجهاد. زي واحد عمل مجهود كبير فتاني يوم يبقى ظهره بيوجعه، والحاجات دي ما تقلقش حقيقه، ولكن هي المريض بينزعج جدا منها، لان مجرد ما ظهره بيوجعه بيلاقي نفسه مش قادر يعمل حاجه. الأسباب اللي هي الخطيرة في العمود الفقري اللي هي بتكون أقل حقيقة، اللي هي زي الإصابات الرياضية أو ضمور في الأنسجة، اللي هي بدايات الخشونة، ودي أحد مراحل الغضروف. طب في الحالة دي يا دكتور حضرتك تنصحهم بإيه؟ يعني خلاص الواحد مفروض عليه شغل معين، أو مفروض عليه إن هو يسوق لفترات طويلة، خلاص فبالتالي يعمل إيه؟ جاي لك بالنسبة للسؤال الأستاذ تحديدا، إذا هو بيسوق فترة طويلة أو بيقعد كتير وبدأ عنده بداية في الغضروف، في واقع الأمر دي الغلطة اللي بيقع فيها كل الناس، لأن أسباب فكرة إن الإنسان يعمل رنين مغناطيسي على فقرات ويلاقي فيه غضروف في بداية تغيرات، ده لا يعني بالضرورة إن هو ده سبب الآلام، لأن الدراسات بتقول إن هي بالنسبة اللي أنا هقولها دي عند 30 سنة بيبقى فيه تغيرات في أشعة الرنين بنسبة 30%، وعند 40 بيبقى فيه 40%، ونقدر نمشي بيها كده لغاية 60%. تبدأ تزيد يعني. بالضبط. وهذه التغيرات في الغالب ما بقاش ليها علاقة بالآلام، دي بتبقى تغيرات شبه طبيعية. فلما واحد بيجي له آلام من آلام الإجهاد ونعمل الأشعة يقوم نربطها بالخطأ إن دي هو السبب، في الواقع ده لا. لما بيحصل المشكلة في أي غضروف ويبدأ يحصل فيه تغيرات بسيطة زي ما بتقول، الآلام لا تتعدى من أسبوعين لأربع أسابيع في معظم الأحيان إذا كان الموضوع بسيط. أما إذا كان الانزلاق غضروفي كبير وأثر على الأعصاب فدي تبقى قصة تانية طبعا بنفكر في الجراحة. بالنسبة لسؤال الأستاذ ده، هو طبعا الجزء اللي هو محتاج يعمله اللي هي اسمها ثقافة الظهر. لازم بينضم العلاج الطبيعي بيعلمه إزاي يستخدم الظهر، إزاي يقعد، إزاي يقوم، إيه التمارين اللي يعملها وإيه التمارين المضرة. في ناس كتير أوي تعمل تمارين مضرة جدا بالفقرات وبال دكتور حتى التمرين اللي إحنا بنعمله غلط ممكن يضر ظهرنا. بالضبط. دكتور نحن نوقف بس عند هذه النقطة، نقطة التمارين الصحيحة والتمارين الخاطئة، وتكلمنا عنها إن شاء الله بعد الفاصل. إن شاء الله.